الأردنية. طب يضرب علينا بالجزائر الدبابات. الدبابات تكسف علينا. من شرق واحنا في وسط. بعدين F-16 تضرب علينا الصواريخ. بعد الصواريخ مش يد الصواريخ، بعدين هذا قنابل خانقة. سن الرش غاز خانق، الرش على الأطفال في الليل هم نايمين هذولا، نرش عليهم مية وبصل. هذولا يعانوا من الغاز، ينختنقوا واحنا اختنقنا. خلوا اولادنا ورانا، شردونا، سابونا بلادنا. حسبي الله ونعم الوكيل على اولاد الحرام. حسبي الله ونعم الوكيل عم يمشي معاهم. حسبي الله ونعم الوكيل معايا. انا بدي استفيد دمر في القاطع، انا بدي استفيد دمر، انا بدي دمر في القاطع. ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ انا من الله الصبح قاعدين بنقول شوفوا لنا اسعاف، شوفوا لنا انا بنروح نشوف كيف الله ورانا. الامر كله بيستنى بنربي من الشرق، بنربي اليوم الخمسين جرنا بنربي الحاجه بنزعج بنمسك منها الصبح خلص خليها تركز معنا. ثلاث ايام 10 على 10 انا 18 خلاص عيد سيلفي. اي والله وشك مع وعدهم في البيت. وضعنا زي الهلا بالمره، فيش داخل علينا، فيش يصرف، فيش حاجه جديده عليها. بنربي الشغل عشان يصرف علينا، لكن ايش حاجه جديده عليها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قرآن واحد، كتاب شهر رمضان واحد، بس تحسين له لذة، بحس له طعم، بحس له فرحة. والله ما حسينا فيه كيف، والله ما حسينا فيه كيف. الله عشر الأواخر أجت ما أنا فيني من الصلاة اللي بنصليها، بحب كتاب القرآن اللي مسكوا في يدينا. رمضان مش هالرحمة. شو صار معكم؟ احنا من سكان آل فيار، منطقة القرارة. بدل القصف عندنا من الساعة 10 بالليل بالأمس، الساعة 10. الدبابات والطيران ورصاص من برا ومن جوا. سمينا من الساعة 10 لحد الساعة 5 واحنا في الدار محصرين. قنابل غاز، صواريخ، قزايل من كل مكان تضرب علينا، بر من الارض ومن كل مكان كانت القصف علينا. الساعة 4 طلعنا من بيوتنا، على الساعة 5 الصبح لقينا الناس كلها مشردة في الشوارع. حسب قهر قهر، وقعنا يعني الشعب بيتلكى، الاطفال بتموت، ايش ذنبهم هذول الاطفال؟ ندور على نسال عنهم. قعدنا اربع ايام النوم ما شفناه، ما شفنا احنا على الرواقي. دخلوا، قصفوا، استهدفوا، ما حدش حاج فيه الشعب الفلسطيني، ما حدش حاج فيه، اطفال ايش ذنبها؟ اللي وجع، اللي صابوا مرض، اللي ميكروبات، ميكروبات، نكبة الخبز يعني. المي مش لاقيين حالهم. هي اللي قوتهم صحيح، لكن برضه بضل في نقص كبير بين البيت والعيشة. صح كنا عايشين في خوف وإشي، لكن بضل بيت الواحد، لكن ملجأ. هذا ملجأ، صح وفرنا بعض الأشياء لكن مش كل اللي بنطلبه. الناس تبهدلت، الأطفال تبهدلوا، الحمامات بتقرف، كل الأطفال صارت تنتق، ريحتها طلعت الناس، يعني الطفل بتشم ريحته من بعد كيلو، طفل يعني في فصل صيف أربع أيام ما تحمم، إيش يعني الواحد لما يتحمم يوم يوم بتطلع ريحته، كيف لما يتحمم كل أربع أيام مرة؟ أدون بنقلب في الأطفال على المستشفيات من الأوبئة أو الجراثيم اللي في الحمامات. يعني حتى المية مش في الحمام، لا معطر، لا كلور، لا شيء، لا نظافة، كيف بدنا نسير فيه؟